أكثر من منبر، أنا تعرفت عليه، كنا جالسين أنا وسكرتيرتي في المزرعة عندي. إحنا كنا جالسين بس فاتحين السوشيال ميديا، نعم نعم، فاتحين هواتفنا ونطالع، طلع لنا هذا الشخص في قضية سياسية ويتكلم عن الظلم وعن الفقر وعن الإنسانية وأنا صراحة أعجبت بأخلاقه، أتريها كلها تمثيل، أسلوب مزيف. قلت للسيدة التي تشتغل حساب شركتي طلعي لي رقمه، طلعت لي رقمه من السوشيال ميديا، عبارة عن بطاقة مكتوب فيها محامي نقيب سابق كذا كذا، تواصلت معها في نفس الوقت. ليش تواصلت معها من بعد قضية الأم ديالك ولا القضية؟ من أجل قضية والدتي، لأنه كان وزير سابق لحقوق الإنسان أن يتدخل أولا بهذه القضية. نعم، هذا الشخص أنا قلتها في عدة، في أكثر من منبر إعلامي، نتعدى جميع الحدود والخطوط الحمراء بالكذب، بخلق الفتن بين الناس، بالبهتان، بالتحريض، النصب والاحتيال. نعم، نصب علي وقام بتهديدي بصوته بأوديوهات على من هاتفه الخاص على هاتفي، وأرسل لي صورا وهو شبه عاري، إلا من تبانه شبه عاري تماما، ولازال للأسف الشديد لازال يطلع في المنابر ولا يريد أن يتوب إلى الله ويتقي رب العالمين ويبعد عني وعن أمي رحمة الله عليها، لازال يسبها ولازال يهددني. أنا أقول له الحقيقة ستظهر قريبا جدا، أنت المفروض محامي وكنت نقيب سابق للمحاميين وكنت وزيرا سابقا لحقوق الإنسان، انتظر إلى أن يفصل القانون. أنا لجأت إلى القانون، هل هناك مشكلة يا إخوان؟ لجأت إلى القانون وأريد حقي بالقانون. لماذا هذا التنمر؟ لماذا هذه الحرب؟ لماذا هذه الادعاءات الكاذبة؟ خلي يعطيني دليل على أي شيء. أنا أدلتي مع المحكمة ومع الأستاذ حاتم بكار، هو يتكلم قانونيا نيابة عني، فهو أعلم وأدرى عني كل شيء. أنا وكلت محمد زياد باسم وزير حقوق الإنسان سابقا فقط، هو طلع ابنه يقول أنني رافضة أعطيه الأتعاب ولم أسلم الأتعاب لوالده، وحتى هو رافضة أعطيه الأتعاب. إذن كيف أنتم ما تعرفوني بالبداية؟ ولا عمركم شفتوا كمارتي ولا كذا ولا كذا، وفي النهاية طالبوني بالأتعاب، غريبة. وأنا رديت على النقيب، رديت عليه بس انتهى الموضوع. الضرر الكبير اللي تعرضتي لي من طرف المحامي ونقيصة الأستاذ زياد، ضرر نفسي بالدرجة الأولى، ضرر معنوي بالدرجة الأولى، لأن هذا الشخص تعدى كل الخطوط الحمراء وبدأ ينزل لمستوى التهديد والسب والابتزاز والنصب، يهددني بصوته على هاتفي بعدة أوديوهات أني لازم أنفذ أوامره. تخيلوا يا ناس، مثلا الأوامر أوامر تخص التحرش، تخص للأسف الأخلاق والشرف. يعني هو سبق لي تحرش وكلا لغاية؟ نعم أكيد لغاية. أنا توصلت بعض المحادثات فيها ربما بعض صور ديال الأستاذ زيان كيبعث لك صور مخلة بالحياة ديال الشخص ديالو، شنو واش هاد الصور هادي حقيقية أو لا؟ أنا ليس من حقي أن أتكلم في هذا الموضوع إطلاقا قانونيا، لأن القضية أمام المحكمة، ويعني تقدرون تسألون الأستاذ حاتم، هو محامي وهو أدرى باللي أنا أقدر أقوله واللي ما أقدر أقول أتطرق له. أختي نجلاء، علاش الأستاذ زيان بالضبط في الظرفية هذه في هذا الوقت؟ ما في سبب واحد فقط، هو أن والدتي كانت في الحياة والآن توفيت، راحت إلى رحمة الله، قبل غدا ستكمل 6 أشهر، وأنا أرسلت له رسالة تحديدا بتاريخ 14 أكتوبر
2021 على هاتفه، من هاتفي على هاتفي، لازالت موجودة عندي. نصحني أحد المحامين الأخوان وقال لي معلش للمرة الأخيرة أرسلي له رسالة، وأرسلت له هذه الرسالة وطلبت منه الحل الودي بكل احترام وأخلاق، فعمل لي بلوك. يعني كنت طرق ودية في الأول؟ نعم نعم، وأرسلت له إيميلات وأرسلت له إيميلات، وهذا الإنسان لم يتعامل معي مهنيا ولا أخلاقيا اطلاقا. انا سويت كسؤال للنجلاء، لانه كاين بعض الجهات كتقول انك انت مندسه من بعض الجهات باش تغرقي مثلا الاستاذ زياد. من هذه الجهات مندسه؟ وانت ترى ان انت ترى ان شكلي ومستواي من ان اكون مندسه، ان اكون مندسه من احد؟ ابدا اطلاقا، كله كذب. ولو كان عندي اي نيه سوء اوكي كنت ما صبرت عليه سنتين وانا صابره. اثنين، انا لست الوحيده ولا الاخيره، علي 11 قضيه. اختي غايه، كنت خرجت واحد التصريحات ديال واحد الخادمه ديالك كتدعي انك تتصرفتي معها بشي تصرفات. لا اعلم اي شيء والله العظيم، لا اعلم ولا ليس لي علم اطلاقا عن كل ما يقال وعن كل الافتراءات، كل كذب وافتراء. وللاسف أستغرب من محامي ونقيب محاميين سابقا، وهو محامي يعني وعنده دراية بالقانون ويمكن عنده دكتوراه، لماذا لا ينتظر القضاء؟ أنت كتأكدي أن التصريحات ديال الخادمة مجرد تصريحات؟ لا أعرف أنا من هي هذه الخادمة. خادمة كتدعي أنك هو قلب فقط الخادمة، قلبتيها بشي شكل غير أخلاقي. أعوذ بالله، كنحطوك في صورة توضحي لي. وهذه أخلاقي أنا، لا تسمح لي أن أسمع هذا الكلام، أخلاقي لا تسمح لي والله. شو تبغي تقولي للمواطنين المغاربة اللي متضامنين معك؟ أريد طيب احنا ما نديرش هذا الشيء. بعد شويه بعد شويه استاذ، معليش كاع الزملاء حنا لا لا على عيني وعلى راسي، المواطنين اللي متضامنين معاك، المواطنين كلهم على عيني وعلى راسي، كل المواطنين اشكرهم واقول لهم لكم الحق ولكم الحق ولكم الحق ان تصدقوه، ولكن انتظروا للاخر. شو تبغي تقولي للزملاء الاعلاميين؟ اشكركم كلكم بدون استثناء، وانتوا على عيني وعلى راسي. شكرا جزيلا اختي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.